دلوقتي عن طريق الهاتف الأستاذ عادل حمودة. مساء الخير يا أستاذ عادل. أهلا وسهلا، مساء الخير. أستاذ عادل، أكيد حضرتك كنت شاهد على مشاهدات الأستاذ محمد حسنين هيكل، أكيد حضرتك عندك الكثير اللي ممكن حضرتك تقوله لنا عنه، سواء من الناحية الإنسانية أو كمان يعني توضيح أكتر كمان للناحية السياسية والناحية الصحفية. يعني طبعا الحقيقة كان مرض الأستاذ هيكل مباغت جدا لينا، يعني لأنه الأستاذ هيكل الحقيقة كان حريص تماما على أن يكون ماشي في الأكل وفي الرياضة وفي كل مناحي الصحة على الشعرة. يعني على سبيل المثال مثلا ما كانش ممكن يأكل أي حاجة بعد الساعة 3 الظهر، كان بيلعب دايما جولف الصبح أو بيتمشى الصبح، واتعرض إلى مشكلتين يعني كبيرتين في الصحة. المشكلة الأولى كانت في البروستاتا وأزلها، وأيضا اتعرض إلى مشكلة كانسر في الكلى وأزل جزء منها. وفي حالة المرض في الحقيقة هو كان بينعزل تماما عن الناس إلى أن يشفى ويقابل الناس. وأتذكر أنه عند مرض الأستاذ الفنان أحمد زكي، رحت أنا وهو نزور أحمد زكي، وكانت نصيحة هيكل لأحمد زكي، قال له يا أحمد ما تعرضش نفسك وانت مريض للناس، باستمرار اختفي، احرص على صحتك بشكل مباشر، لأنه في حالة خروج ابن آدم المريض مرض خطير للناس، معناه باستمرار أنه بيتعرض إلى آراء كثيرة وإلى اجتهادات كثيرة وإلى اضطرابات نفسية كثيرة. كانت الحياة بالنسبة لي التدهور المفاجئ في صحته، الحياة كان مفاجأة بالنسبة لي. بالقطع طبعا هو اختار انه يخرج من مسجد سيدنا الحسين لسبب اعتقد انه معروف، انه اتولد في حي سيدنا الحسين. نعم. طيب استاذ عادل، انا يعني اسف على اني بقاطع حضرتك، لكن استاذن حضرتك ان احنا نخرج لفاصل بسرعه، وبعد كده نرجع نستكمل مع حضرتك مشاهداتك وكمان معرفه حضرتك بالاستاذ محمد حسنين هيكل. اكيد ان احنا عايزين نعرف معلومات اكتر، لكن استاذن حضرتك ان احنا نخرج لفاصل بسرعه ونرجع نكمل حديثنا. وداعا للأستاذ. قبل الفاصل مشاهدينا الكرام، كان معانا الأستاذ عادل حمودة بيكلمنا عن حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، عن حفاظه على صحته، عن نصيحته كمان للشخصيات العامة وقت المرض، وأنه هو نفسه وقت المرض كان بيفضل أنه هو يبعد عن الناس لحد ما يتعافى ويرجع مرة تانية. وتوقفنا عند نقطة اختيار مسجد الحسين لا تشيع الجنازة منه. معانا مرة تانية الأستاذ عادل، مساء الخير على حضرتك مرة تانية. مساء النور. زي ما قلت لك ان هو اختار مسجد سيدنا الحسين لسبب طبعا معروف، انه اتولد في حي الحسين، وكانت والدة الأستاذ هيكل هي الزوجة التانية لتاجر غلال جاي من الصعيد، وكانت هذه الزوجة التانية متعلمة وقادرة باستمرار على أنها تقرأ الروايات القديمة التراثية زي أبو زيد الهلالي وزي الحاجات اللي هي في التراث الأسطوري العربي، وكانت الأم بتقرأها على الأب، وكان هيكل الصغير بيستمتع بطريقة الرواية نفسها. وبالتالي أثرت والدة الأستاذ هيكل فيه أكثر من أي شخص آخر. يعني كان أيضا هناك مكتبة قريبة جدا، مكتبة دي تهدد، حقيقة مش فاكر اسمها دلوقتي، ولكن مكتبة تهدد، وكان باستمرار في الدور الأرضي كان ساكن خاله، وخاله كان عنده أيضا مكتبة كبيرة وكان بيشاركه في قرايتها. فإذا الثقافة اللي كانت موجودة، ثقافة الحي الشعبي الحسين، شاي الحي الحسين، أثرت بشكل مباشر فيه. يضاف لكده أنه جده لأبيه كان بيجيبوا أحد المشايخ ويحفظ الأطفال القرآن، ويعني بالإضافة لأنه بعد ذلك درس في كلية في مدرسة التجارة المتوسطة، فأخذ ثقافة مدنية وأخذ ثقافة دينية، ثم بعد ذلك قام بدراسات حرة في الجامعة الأمريكية إلى أن التحق كمراسل صحفي في الايجيبشن جازيت ايام الحرب العالميه الاولى. وبعدين تطورت المسيره بعد ذلك. استاذ عادل؟
نعم معك. ايوه شكرا جزيلا بالتاكيد لحضرتك على ان حضرتك كلمتنا على جانب ربما ما بيبقاش دايما هو الجانب الواضح للشخصيات الشهيره الشخصيات العامه، لكن دايما اول ما بنبقى عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الشخصيات الجانب الاخر من حياه الشخصيه بيبقى لجوء الى استاذ عادل حموده لجوء هام جدا. طب استاذ عادل لو حضرتك وقتك لسه متاح يا ريت كمان لو حضرتك تدينا يعني نبذه او نوع من انواع الاضاءه كده السريعه على المشاركه السياسيه، ابرز المواقف السياسيه اللي شارك فيها الاستاذ محمد حسنين هيكل. شوفي يمكن الاستاذ هيكل بدرجه او باخرى هو يمتلك اسلوب مميز جدا، وتكاد تكون كتاباته او اسلوب كتاباته هو اميز ما فيه. اما دايما ودايما كان واضح مثلا في لما التحق فيروز اليوسف سنه 42 او 44 وكتب مقالات اقرب للادب، يعني مثلا لما كتب في ذكرى عيد ميلاد الملك فاروق كتب يعني اعجاب بالملك فاروق تحت عنوان عيد ميلادك يا مولاي. مثلا لما كان في فلسطين فكانت الرسائل السياسيه بتاعته تتميز بالادب الشديد جدا وبالوصف ربما في المرحله دي اكتر من المعلومات. الاستاذ هيكل الحقيقه لما لقينا في ارتباطه بعبد الناصر خلى مصدر المعلومات مهم بالنسبه له. قبل كده ما كانش مصدر المعلومات متوفر للاستاذ هيكل اكتر، وبالتالي كان اسلوبه بيغطي على المعلومات. ارتباطه بعبد الناصر، عبد الناصر استفاد من اسلوب هيكل في تقديم صوره لعبد الناصر من خلال مثلا كتاب فلسفه الثوره. ده كان صياغه الاستاذ هيكل. وايضا خطابات لعبد الناصر كثيره فيما بعد. ظل الارتباط هيكل بعبد الناصر نقطة مهمة جدا في حياته، وهو الارتباط هيكل بمصادر السلطة أو بمصادر المعلومات المباشرة. نعم بالتأكيد. ودي فضلت أحد المميزات يعني. نعم بالتأكيد. أستاذ عادل حمودة كاتب صحفي كبير شكرا ليك بالتأكيد على المداخلة دي وعلى المعلومات اللي حضرتك قلتها تحديدا كمان للحياة الشخصية. توقفنا كمان عند المواقف السياسية.